أكثر مجلسنا بذكر الصلاة على النبي المصطفى محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الرضية المرضية. السلام على الفاضلة الزكية الحوراء الإنسية فاطمة. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وتسألني عن فاطمة ومصابها، تفاصيل مأساة توالت مآسيا. وتسألني عن فاطمة ومصابها، تفاصيل مأساة توالت مآسيا. فسل ليلة تخفي الجروح بمتنها، ونعشا على الأكف يحمل عاليا. وسل من يتامى فاطمة، عمر فاطمة. وسل من يتامى فاطمة، عمر فاطمة. وعن حسن سل والحسين مراثيا. ومن قاهر الأحزاب فاتح خيبر، فإذا انهدى وهو شامخ الصوت عاليا ينادي: يا ماضون بن نعش مهلا أمير المؤمنين. ينادي: يا ماضون بن نعش مهلا، فما بعد هذا اليوم أرجو تلاقيا. يا نا
نشرًا بالحبيبة يا نعش نشرًا بالحبيبة إنما جرحتون فلا تخدش الجرح ثانيا وانسنا لقبر المصطفى ودموعه ودموعه تشافره أحزانا بقيت فاطمة على فراش المنية تعاني من ألم ضلعها روحي لها الفدا إلى أن دخل عليها أمير المؤمنين فأخذت فاطمة توصي أمير المؤمنين بعدة وصايا يا علي يا علي أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني فإنه هم عدوي وعدو رسول الله وادفني في الليل وغسلني وكفني يا علي وادفني ليلا إذا هدأت العيون ونامت الأبصار نعم هذه الليلة هي ليلة الوداع الليلة نودع فاطمة مع أمير المؤمنين يا فاطمة ها قد أتينا اليوم مع أمير المؤمنين نشيع فاطمة ونشارك عليا أحزانا نعم أمير المؤمنين قام بوصية فاطمة أخذ يغسلها تقول أسماء أسماء خادمة الزهراء تقول أسماء كنت أساعد أمير المؤمنين في تغسيل فاطمة كنت أجلب الماء لأبا الحسن وإذ بي أدخل إلى الحجرة فأرى عليا قد تنحى عن ركن المغتسل وأخذ زاوية من الحجرة جالسا أرضى يضع رأسه على ركبته يبكي بكاء عاليا نعم قلت له يا أمير المؤمنين أتأمروننا بالصبر وأنتم تجزعون نعم أجابها أمير المؤمنين قال يا أسماء الصبر جميل ولكن على مثل فاطمة ليس بجميل يا أسماء لا تلوميني فقد مرت يدي على ملعها المكسور ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين يا أسماء تشوفيني صبا دمع من عيني لكن لا تلوميني يا شوف الضلع الطهر مكسور يا زهرة يا
زهراء يا زهراء جميعا جميعا يا زهراء يا زهراء انتهى أمير المؤمنين من تغسيلها كفنها والدموع على وجنته فكأني به قبل أن يعقد الكفان نادى حسن حسين زينب تعالوا تزودوا من أمكم فاطمة يعني تعالوا ألقوا النظرة الأخيرة نعم أتى الحسن وتبعوا الحسن جلس الحسن على يمينها والحسين على الجهة الأخرى زينب جلست عند أقدامها الحسن يقول أمه كلميني والحسين يقول أمه أنا عزيزك الحسين كلميني أمه كلميني قبل أن تخرج روحي من جسدي نعم عندما جلس الحسن عندها والحسين وبكوا على فاطمة قال أمير المؤمنين والله والعيش الذي عاشه النبي إني رأيت الزهراء حنت وأنت وفتحت ذراعيها واحتضنت الحسن والحسين واويلا واويلا وإذا بصوت من السماء يقول يا علي نح الحسنا فوالله قد أبكى يا ملائكة السماء نحاهما أمير المؤمنين نعم وكأني بطفلة صغيرة تمسح بيدها على وجه فاطمة زينب زينب السلام على قلب زينب الصبور ولسانها الشكور زينب مسحت بيدها على وجه فاطمة وكأني بها تقول بلسان الحال يما يا يما يا يما 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 يما أنا زينب عد من تخليني طفلة بصغر سني منك تحرميني موحش علي البين والتجه لا وين قلبي
ما يدوك الماء أدير العين. نعم ألقى الحسن بالباب يجري الدمع بالعين ويعاين الاسماء كثر أخو يا حسين يما يا يما يا يما يا يما يما يا يما يا يما يا يما رفعوا جنازة ليلى. نعم تصوروا هذا المشهد بأعين قلوبكم. رفعوا جنازة الزهراء زينب تشاهدهم جنازة أمها ترفع ليلا على الأكتاف. خرجوا بخلاصة من الأصحاب وبني هاشم وصلوا إلى ذاك القبر المستور أنزلها أبا الحسن في قبره وهو يقول ماذا يقول أمير المؤمنين يا أرض أستودعك وديعتي هذه بنت رسول الله. يا أمير المؤمنين ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا يرد جوابا. حبيب لا يجيب حبيبا حبيب لا يجيب حبيبا. نعم وكانت من وصايا الزهراء لأمير المؤمنين يا علي واظب على قراءة القرآن عند قبري. وذات يوم كان أمير المؤمنين يقرأ القرآن عند قبر فاطمة فتعب من كثرة البكاء وغفى على قبرها. رأى فاطمة في عالم الرؤيا أتت فاطمة في عالم الرؤيا تقول يا علي ما الذي تفعله عند قبري؟ تعجب أمير المؤمنين قال يا فاطمة يا بنت محمد أنت التي أوصيتني بقراءة القرآن عندك. قالت يا علي قم وارجع إلى الدار. لماذا يا فاطمة؟ يا علي قم وارجع إلى الدار زينب أفاقت من نومها. زينب انتبهت من نومها وتبحث عنك يا علي. عاد أمير المؤمنين مسرعا إلى الدار وكأني به يرى زينب جالسة في محراب أمها تبكي وتنادي أمها فاطمة. زهراء 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 هذا الدار خالية من بعدك يا يما
نعم فاطمة زينب قد شهدت هذه المصائب كلها. نقول لفاطمة في هذه الليلة نعزي فاطمة الزهراء، نقول لفاطمة مولاتي فاطمة هذه النار التي شبت بباب الدار تذكرنا بمصائب عديدة. مولاتي فاطمة هذه النار تذكرنا بمخيم الحسين عندما هجم عسكر سعد عليه وأحرقوا خيامه. مولاتي فاطمة هذه النار تذكرنا بطفلة تفر من خيمة إلى خيمة. رقيا رقيا رقيا. مولاتي فاطمة هذه النار تذكرنا بكربلاء. مولاتي يا فاطمة هذه النار تذكرنا بعباءة زينب عندما شبت النار في الخيام. خرجت زينب إلى أرض المعركة تنادي أخاها العباس يا أبو فاضل أنا رد علي يا ابو فاضل خلي ايدك بايدي يا الله يا ابو فاضل احترقت يا ابو فاضل احترقت وعباتي يا ابو فاضل حايره انا وخواتي يا ابو فاضل حايره انا وخواتي. نعم زينب ما تسمع جواب من العباس. لم تعهد زينب ان تنادي العباس ولا يجبك الا رد علي يا طريح على رد علي يا طريح على نوطي يا عباس يا نور عيني. عز على العباس بكاء زينب ماذا قال؟ لا تجيني زينب قتلك منيني لا تجيني قطع يسار مني لا تجيني والسهم نابت بعيني. يا زينب اخبرينا عن الحسين. نعم اخواني يروى ان احد العلماء راى رسول الله في عالم الرؤيا. قال له يا رسول الله أيها أعظم مصائب الحسين عندك يا رسول الله؟ قال كلها عظيمة. قال يا رسول الله صدقت يا رسول الله ولكن أيها أعظم؟ قال رسول الله أما أعظمها فأربعة. نعم هذه هي المصيبة. أما أعظمها فأربعة أما الأولى عندما وقع السهم
الحزن في قلبه، فإنه وقع في قلبي. وأما الثانية عندما صعد الشمر على صدره، يا حسين. وأما الثالثة تسير بنياتي سبايا من بلد إلى بلد. وأما الرابعة عندما قال يزيد الآن أوفدتوني من محمد وأي دين لي علي. يا رسول الله، فإنعم رغم كل هذه المصائب، رغم كل هذه المصائب زينب لم تنسى الحسين. باب الدعاء. يا أنا زينب جيت اليوم أقبل منك المنحار، أحاجي نحرك المذبوح وعيد الماضي وتذكر. خبرينا يا زينب. أنا زينب وجيت اليوم أقبل منك المنحار، أحاجي نحرك المذبوح وعيد الماضي وتذكر. أنا والحسن وانت ومنا فاطمة وحدار، من تبع الدهر غدار فاجأنا بنزول الشهر. نعم يا زينب، الدهر يا حسين روانا، طلع من فاطمة تكسر، مسحت دموعي بجفوفك، قلت واجبنا نتصبر. وجيت وقلت لي يا زينب عليك الحزن لا يظهر، على عمري قضيت وياك يا خويا وحال المقدر. لن شفت جسد دامي، لن شفت جسد دامي صريع بالثرى عفار، من هو اللي صبرني وشوف جسمك المذار، وعلى صدرك يا ابو السجاد تجول خيول هالعسكر. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن،
يا قديم الإحسان بحق الحسين، اشفي مرضانا وفك أسرانا واحمي علماءنا بحق محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بأهل البيت أن تعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وتجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. صلوات على محمد وآل محمد. إلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين نهدي إليهم ثواب المباركة الفاتحة، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.